وللحديث عن المواجهة الأوروبية الكبرى ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة ناقد الرياضي إسلام مجدي. أنا بك سيد إسلام، إذا كيف ترى استدعاء المخضرم ديفيد فيا لصفوف المنتخب الإسباني الذي سجل 21 هدفا في 6 لقاءات بالتصفيات الأوروبية برأيك؟ أهلا بكم كل المشاهدين. هو استدعاء ديفيد فيا يمكن كان مفاجئ شوية لبعض الجماهير، عشان يعني إسبانيا عندها ديجو كوستا، عندها ألفارو موراتا، ليه ديفيد فيا عنده 35 سنة واستدعى المنتخب؟ لكن يعني بالنظر لأرقام ديفيد فيا الموسم ده أرقام عظيمة جدا، جايب 19 جول في 25 مباراة وصنع 5 أهداف، حتى ولو في الدوري الأمريكي فهو في سنه ده 35 سنة قادر يصنع الفارق مع فريق نيويورك سيتي. أعتقد إن هو هيبقى إضافة لكن كبديل لألفارو موراتا، يعني ألفارو موراتا بالنسبة لي هيكون الأساسي وبيل الاحتياطي ليه. يعني منتخب إسبانيا كان بدون بدائل تقريبا في خط الهجوم، هو ما عندوش حد في خط الهجوم، ومع حالة ديجو كوستا مع فريق تشيلسي كان أنسب واحد يتم استدعاءه المنتخب ديفيد فيا. نعم، إسبانيا فشلت في الفوز في آخر 3 مواجهات ضد إيطاليا، برأيك هل تكسر إسبانيا عقدة اللاتزوري وتواصل مشوارها نحو روسيا 2018؟ هو احنا ما نقدرش نقول انها عقدة تقريبا، لان يعني نفس الموضوع حصل برضو من 2012 و2011 لحد 2014. يمكن هو المنتخبين كانوا محتاجين احلال وتجديد، والاثنين عينوا المدربين بتوعهم الجدد في وقت قريب من بعض، يعني ده بعد ديلبوسكي ما تقاعد لبوتيجي وصل للمنتخب، وفي الناحيه الثانيه فينتورا اتعين بعد ما كنت راح تشيلسي. اعتقد بس هي الفكره ان كل منتخب كان بيحدد البدائل اللي محتاجها، محتاج يغير الدماء، محتاج يحط لعيبه جديده في التشكيل، محتاج يتعامل مع الاسماء اللي كبرت في السن ويحط بدائل مكانها من انديه مختلفه. اعتقد كل منتخب بيعمل ده، وهنشوف مباراه مختلفه شويه، وبعدين هم المدربين الاثنين مع بعض تقريبا لعبوا مباراه واحده هي اللي تعادلوا فيها 1-1، وكان اداء المنتخبين متقاربين، فاعتقد ان احنا برضه هنشوف اداء متقارب النهارده. نعم سيد اسلام، على الجانب الاخر برايك هل سيؤثر غياب صخره دفاع الاتزوري جورجيو كليني على دفاعات الفريق في مواجهه هجوم الماتادور برايك؟ هو اعتقد ان منتخب ايطاليا عنده اسماء قويه في الدفاع برضه، يمكن هم مش معروفين شويه لكن هم اقوياء، يعني روجاني من يوفنتوس، سبينازولا من اتلانتا، ماتي دارميان من مانشستر يونايتد بنسبه كبيره كانت تقارير صحفيه بتقول ان هو الله يعوض غياب كليني في الدفاع. يمكن دارميان قوي على الصعيد الدفاعي وقطع الكرات، يمكن مش هيعتمد عليه في الكرات الهوائيه قد ما يعتمد عليه في اللعب على الارض والتحديات السرعه مع المهاجمين، لان هو يتلعب على مهاجم واحد بس، فاعتقد دارميان هيبقى خيار مناسب للتعامل مع سرعه منتخب اسبانيا. سبينازولا وروجاني انت في التعامل مع الكرات الهوائيه، رغم ان منتخب اسبانيا ما بيلعبش على الكرات الهوائيه، فاعتقد ان هو عنده بدائل كتير في خط الدفاع. نعم، شكرا جزيلا لك، كان معنا عبر الهاتف من القاهره ناقد الرياضي اسلام مجدي، شكرا جزيلا لك.